كما نظم حزب الديل الديمقراطي مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية طناح بالدقهلية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور عدد من نواب محافظة الدقهلية وحشد كبير من المواطنين. وقد بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم تبعه الوقوف دقيق حدادا على شهداء فلسطين الشقيقة. وجرى تنظيم المؤتمر بقرية طناح بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بالإضافة إلى الأمناء المساعدين وأمين التنظيم وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام والوحدات الحزبية والألاف من أهالي المحافظة، رافعين لافتة الدعم والتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. عقدنا ما يقرب من 25 فعالية مع جامعات، مع فئات عمالية، فئات شبابية، نسوية، من المجتمع المدني، لكي نقول لهم لماذا عبد الفتاح السيسي نراه هو الأصلح لرئاسة مصر في المرحلة المقبلة. إنجازات السيد الرئيس واضحة للعيان وكل ذي بصيرة، سواء على المستوى الصحي، احنا النهارده قضينا على فيروس سي، كمان معاش تكافل وكرامه اللي عمله السيد الرئيس كان يعني جلي لكل محتاج. احنا حريصين للتواجد بجميع الامانات لدعم فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا حاليا يمكن الحزب، مش هنقول الحزب الوحيد، اكتر من حزب عمل غرفه مركزيه، احنا حاليا عاملين غرفه مركزيه بتعليمات السيد رئيس الحزب لمتابعه المصريين في الخارج، ورجالتنا متابعه في كل مكان، وتقريبا 90 اكتر من 90% لصالح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. دايما بنشوف قد ايه بنحتك بالناس وبنقرب منهم قوي، بنشوف قد ايه الناس مؤمنه جدا وداعمه جدا لان هم يجوا ويشاركوا في المؤتمرات دي ويعبروا عن رايهم بتاييد السيد الرئيس وفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. في حرص كبير جدا من سيادته دايما على ان الانتخابات تاخد مجراها الطبيعي. احنا جايين النهارده نأيد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل القرارات، وندعمه في كل القرارات اللي بيتخذها في صالح البلد والامن والامان اللي احنا بنعيش فيه والرخاء اللي احنا فيه. فاحنا بندعم كل السياسات في كل في الجامعات وفي الانديه وفي كل مكان، واحنا بنقدر كل المجهودات اللي بيعملها سيادته.